شهد المهرجان خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين والوافدين، حيث تشير التقديرات إلى أن يوم أمس شهد إقبالا كثيفا تجاوز 400 ألف زائر. وتميز المهرجان في دورته الحالية بحضور بارز للمرأة السعودية، حيث أقيمت عدد من الندوات الثقافية النسائية، كما تشارك المرأة السعودية في المهرجان بشكل كبير من خلال أجنحة الأسر المنتجة. ولتسليط الضوء أكثر على دور المرأة السعودية ومشاركتها في المهرجان، معنا في الاستوديو مدير العلاقات العامة والإعلام بالتدريب التقني للبنات فوزية الحربي، أهلا بك. وأيضا الكاتبة الصحفية سارة الشيدان، أهلا بك سارة وأهلا بفوزية ومساء الخير. إقبال كبير الحقيقة ملحوظ في المهرجان خاصة في هذا الجناح. يعني أبدأ معك سارة، انطلاق مهرجان الجنادرية وهذا الإقبال، كيف تقيمين الحضور النسائي والتأثير النسائي في مسار هذا المهرجان الآن في هذه الدورة 31؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر القناة الاستضافة وأشكر لها حضورها للمهرجان وحديثها عن المرأة. إذا أردت أن أقيم الحضور النسائي اليوم في الدورة 31، سأعود بالذاكرة إلى من بداية المهرجان. حرصت المرأة السعودية على الحضور بأكثر من شكل، سواء كمشاركة في الأركان الرسمية أو كحضور فاعل، يعني مشاركة أيضا إعلامية، وكان لي الشرف في الحضور في اللجنة الإعلامية. كان هناك لجنة نسائية منذ تقريبا بداية السنوات الأولى للمهرجان، فالمرأة دائما فاعلة، لكن الآن في هذا الموسم أراها أكثر فاعلية. أرى ظهور إنتاجها في الأسر المنتجة أكثر بكثير مما كان في سنوات سابقة، وهذا شيء يبشر بالخير. المرأة كل ما أتيح لها فرصة تحسن الحقيقة استغلالها وتحسن التعبير عن نفسها. نعم، يعني حتى لاحظ أن الحضور النسائي أكبر الحقيقة من نعم حضور الكاميرا الرجال. نعم، الكاميرا تلتقط، نحن محاطين بالنساء يعني أكثر. نعم. طيب فوزية، الدعم الحكومي لهذا الوجود النسائي، سواء تقديم أو ما تقدمه الأسر المنتجة، كيف تقيمين هذا الدعم؟ إلى أي درجة هو مثمر بالفعل لتحفيز النساء على الحضور والمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وأيضا دعمهم من الناحية الاقتصادية حتى وإن كانت في هذه المشاريع الصغيرة؟ مساكم الله بالخير جميعا. طبعا لو بنتكلم عن دعم الحكومة بشكل عام، يعني بطول الحلقة، يعني خليني بس أعطيك بعض الفلاشات البسيطة. الدولة ما شاء الله عليها دعمت بشكل كبير وجود المرأة في مثل هالتجمعات. عندك مثلا المنتجون اللي تعمل كل سنة، هذه تدعمهم الدولة بشكل كبير بأنه أصلا يقيمون لهم المكان مجانا، ويمكن من أكثر الأشياء اللي عرفت المجتمع فيهم وبأعمالهم اللي يقدمونها للمجتمع هي منتجون. هذا بالإضافة إلى وجود مثل هذا المهرجان الضخم والحضور الضخم، والأسر المنتجة موجودة فيه بشكل كبير، زي ما أنتم شايفين موجود في كل خط، موجود لازم تكون فيه أسر منتجة من الموجودين. وطبعا هذا دعم للبنات الوطن اللي يمكن ما أخذوا مجال عمل حكومي أو قطاع خاص أو غيره. إذا جينا لدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني مثل هذه الأسر، إحنا عندنا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عندنا معهد ريادة يقدم دعم مادي لأي سيدات تقدم لهم مشروع. هذا بالإضافة يقدمون دورات مجانية للأسر المنتجة على أنها كيف تدير مشروعها، كيف تقدم دراسة جدوى، كيف تتابعه، كيف حتى تسوقه. فيعني أعتبر، يعني أنا أتوقع أن هذا دعم حجم جيد. الاختلاف الذي تحدثه مثل هذه البرامج، إذا ما نظرنا أو عدنا بالذاكرة إلى يعني السنوات الماضية والآن، حجم التغيير الذي تحدثه مثل هذه الدورات في طبيعة المشاركة، نوعية نجاح مشاركة المرأة حتى وإن كانت ضمن مشروع صغير، تقييمها يعني كيف تطورت هذه المشاركة؟ أحيانا تكون مشاركات خجلة، يعني خجولة، ويعني حتى طريقة التسويق ليست كما هو مطلوب حتى وإن كانت ضمن مشروع صغير. حجم التغيير الذي تحدثه هذه المبادرات على يعني النساء والمشاريع المنزلية. صحيح، وهذا اللي احنا قاعدين نعمله في الدورات اللي نقدمها. وبما انك بتقدم دعم مادي للسيدات، فمفترض انك تعرفها كيف تسوق. يعني من ضمن الدورات اللي تعطى للسيدات انه كيف تسوق هالمشروع،
كيف تفتح انستغرام بطريقه راقيه وتفتح للجميع، كيف تعرف الناس بنفسها، كيف تصنع البزنس كارد الخاص فيها حتى تسوق للناس. وهذه من الاشياء الجميله والتغيير اللي حاصل الان. يعني الان اصبحت البنات والاسر كلهم يفتخرون ان عندهم بنات يسوقون من المنزل. صحيح. بنات يعملون يعني كيكات وفطائر واشياء كثير، منتجات متعدده بالفعل. متعدده، وسابقا كانوا يخجلون يمكن انهم يعملون، والبعض منهم وصل لمرحله يعني أن تكون لديه إدارة مؤسساتية مبدئية، غير من يبدأ صغيرا وتتطور العملية، وشاهد ذلك خلال بعض الجولات. لكن سارة، طموح المرأة السعودية من هذه المهرجانات، سقف الطموح إلى أين يصل إذا ما تحدثنا عن تغيير مطلوب أو تعزيز مطلوب؟ في أي اتجاه يجب أن يكون؟ أنا برأيي أن محاولة إشراك عدد أكبر من النساء. يعني أنا في الأسبوع الماضي كنت في منطقة القصيم، لاحظت أو لمست أن كثير من المشاركات في مهرجانات، مثلا في مهرجان بريدة أو في مهرجان عنيزة، بعضهم انتقلت للمشاركة في الجنادرية. إحدى النساء أخذت تطلب مني، اعتقدت يعني أن بيدي صلاحية في الجنادرية، فأخذت تطلب مساعدتها للحضور للمهرجان. يبدو لي أن طبعا الأسر المنتجة شغل رائع ومتابعتها رائعة، ولها أكثر من جهة ترعاها. نعم. سواء مؤسسات أهلية ممثلة في بعض البنوك أو في بعض القطاعات الأهلية، أو مؤسسة مثلا في القصيم مؤسسة حرفة، الخدمة الاجتماعية، مراكز الخدمة الاجتماعية تعمل بشكل جميل على دعم الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم والتعريف بهم في قرى المملكة ومدنها. يعني هل أصبحت المرأة السعودية أو من لديها مشروع ضمن إطار الأسر المنتجة على دراية شاملة بهذه المبادرات؟ هل هي المبادرات قريبة منها؟ نعم نعم. أعطيك مثال بسيط، مركز حرفة في مدينة بريدة مثلا يستقبل المرأة التي تريد أن تقوم بمشروعها الخاص، يوجهها إلى يعني الآلية الممكن لها أن تقدم بها مشروعها، يأخذ منها القطعة مثلا لو كانت قطعة فنية ويصنع منها قطعة أخرى، يغلف منتجها إذا كان منتج غذائي ويسمي المنتجات، يسوقها إلى أنحاء المملكة. فأصبحت الآن الأسر تلقى رعاية حقيقية. أيضا التمويل، يوجد تمويل على شكل قروض يقدم لهذه الأسر حتى تقوم بعملها. أستمع لرأيك فوزية في هذا الشأن، يعني على مستوى بعض الأسر المنتجة، إن كان عدد كبير منها، تعتبر هذه المشاركة ليس مشاركة يعني ترفيهية لها أو استعراض لمهارات حرفية تمتلكها الأسرة، بل بعضها أصبح أن هذا الأمر لديها دخل رئيسي للأسرة. هذه المسألة، هل الظروف مهيئة بالفعل لهؤلاء، لمن يعمل في هذا المجال؟ العقبات إذا ما تحدثنا عنها أين هي وكيف يمكن إصلاحها؟ سؤالك واسع مرة، لكن لا يعني العقبات التي تواجه المرأة المنتجة، هل الظروف مهيئة لنجاحها أم توجد بعض العقبات التي يجب العمل على إصلاحها لأريحية أكثر في هذا المجال؟ يمكن زي ما ذكرت الزميلة أنه أكبر عقبة عندهم أنا أتوقع أنها المادة. يعني تحتاج إلى مادة أكثر للانطلاق لتسويق نفسها. لكن بشكل عام يعني أنا كسيدة بغض النظر عن قاعدة أشوف المشهد أنه الأسر المنتجة عندها ما شاء الله انتشار كبير، ويعني قدروا يمكن من خلال السوشيال ميديا أنهم يسوقون لأنفسهم بشكل كبير. الآن أصبحت الأسر لا تتجه للمطاعم لكن تتجه للطلب من الإنستغرام عشان وجود عملية البيع والمشترى بشكل حرفي. بالإضافة إلى أنه الآن أصبحت الأسرة الأب والأخ يقومون يعني بمساعدة الفتيات والأم في توصيل، يعني أصبح مصدر رزق للأسرة بكاملها، ليست للبنت أو للأم اللي تقوم بإعداد الطعام. أنا أرى أنه أكبر معيق لهم يمكن المادة، وجود مادة تدعمهم بشكل كبير، وتسويقهم واستمراريتهم في تطوير أنفسهم، قد تكون هذه الأشياء اللي تنقصهم حاليا. طيب يعني في هذا السياق تقدمون دورات لتطوير المهارات لمن يتابعنا الآن في مجال التصميم والصيانة، حتى الهواتف الذكية ضمن
دعم هذه الأسر أو من يود الدخول إلى هذا المجال. تحدثينا عن طبيعة هذه الدورات وكيف يمكن الالتحاق بها ويعني توقيتها، تحدثين عنها سيدة. احنا من خلال مهرجان الجنادرية هذا العام كان يعني مطروح كثير من الدورات ممكن نقدمها لزوار المهرجان، لكن طبيعة زوار مهرجان الجنادرية يعني ما هي طبيعة الأشخاص اللي ممكن يجون يحضرون دورة في 3 أو 4 ساعات، لذلك حاولنا نقلص الدورات بعدد بسيط وننوعها بنفس الوقت. احنا عندنا من الدورات اللي نقدمها الآن التصميم، إقامة الدمى، صناعة الدمى، وهذه لها إقبال كبير عندنا. هذا بالإضافة إلى المكياج بشكل عام، المساج، البشرة، هذا من خلال الجناح اللي احنا موجودين فيه. والجميل فيه أن نقدم شهادات معتمدة تأخذها مجرد أنها تخلص من الدورة اللي مدتها ساعة ونص أو ساعتين. طيب. معتمدة الدورة، وبالإضافة إلى وجود استشارات، وإحنا عندنا ما شاء الله عدد كبير، زحام كله على الاستشارات، وعندنا زي ما ذكرت صيانة الجوال والمكياج السينمائي، هذه عليها إقبال، تشكلت يمكن 70% من إقبال الجناح يطلبون هالدورتين يعني. طيب يعني بالنسبة لتوقيت المهرجان وعدد الأيام، العديد من الضيوف الذين استقبلتهم خلال تغطيتنا الخاصة خلال هذا الأسبوع للجنادرية بعضهم أيد ضرورة أن يكون مساحة المهرجان أوسع من عدد الأيام، والبعض الآخر وجد أن الأمر كافي خلال 14 يوم. كيف ترين الأمر سارة؟ والله بالنسبة للجهد المبذول يعني من يعاني في الترتيب أو في التنظيم، في التأكيد 14 يوم مرهقة، لكن لماذا لا يكون المهرجان في عملية تبادلية؟ بمعنى بعد 14 يوم يمكن تمديده أسبوع أو أسبوعين بفريق آخر. إذا تحدثنا عن الأسر المنتجة، مجموعة كبيرة من الأسر المنتجة، إذا تحدثنا عن الفروع، مجموعة الأخرى التي لم تشارك يمكن أن يساهمنا في إدارة الفروع أو ممكن في أي مجال آخر. تحية حقيقية للأستاذات أيضا في الأركان، يعني غير الأسر المنتجة، الأركان اللي تمثل قطاعات مختلفة يعني من سواء رسمية أو أهلية، أو يوجد حضور نسائي جميل، يعني نساء يعملنا من قبل المهرجان وحتى آخر يوم من المهرجان ويقدمنا صورة مشرفة حقيقية للمرأة في المهرجان. تشابه أحيانا الحرف بين النساء، إذا ما وجدت امرأة يعني صنعة معينة أو مجال معين تجدين تهافت على نفس يعني هذا المجال. إلى أي درجة هناك ضرورة لتوزيع أو تنويع الحرف أو المنتجات التي تقدم من قبل الأسر المنتجة حتى تضمن النجاح لنجاح أشمل للجميع؟ وعلى من يعني يقع هذا الحمل لمسألة تنويع المنتج وتعريب بمنتجات أو مهارات أخرى لأسر حتى يكون الفائدة أشمل؟ أنا أتوقع أنه الحمل هذا أو العبء هذا وقع على البنات في نفس الأسر المنتجة. نلاحظ أن البنات بدأنا يبتكرن حرف سواء من حرف أمهاتهن أو حرفهن الخاصة ويتدربن، فأتوقع أنه العبء الأكبر على جيل الشباب اللي سبقنا حقيقة في الوصول إلى يعني إلى المستهلك. المنافسة شديدة الحقيقة، لكن أيضا الجودة هي الحكم. إذا اشتريت من بائعة على الانستغرام أو بائعة في الجنادرية ولم يعجبني منتجها لن أسوق لها، لكن إذا عجبني المنتج سأسوق بالتأكيد. فأظن جزء من الوعي اللي يقع على المشرفين على الأسر المنتجة هو تنبيه هذه السيدة إن كان مشروعها لم ينجح أن تتجه لمشروع آخر أكثر مناسبة. الابتكار إلى أي درجة هو ضروري في النجاح؟ يعني عوامل النجاح في رأيك للأسر المنتجة، عديد منهم يتخذون نفس السياسات التي تتخذها بعض المؤسسات من استخدام الإعلام أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الابتكار إلى أي درجة هو مطلوب بالفعل؟ يعني لمن يتابعنا الآن ولديه فكرة ربما من السيدات قد تجد في الابتكار طريقة جاذبة لتحقيق نجاح في مجال لم يتطرق إليه أحد. صحيح. أنا أضيف للكلام اللي قالته الزميلة أنه التكرار المهن زي ما ذكرت قبل شوي سببها أنه هذا يعني مود البشر، يعني الآن نشوف خياط عنده خياطين،
غسال عنده غسالين كلهم نفس النظام. السيدات اللي يطبخون شعبي كل يعني تلقى كل الجميع يتجه لنفس المجال. انا اتوقع انه نحتاج حتى نبتكر ونغير خاصه للاسر المنتجه وغيره، ان نحتاج يعني جمعيات تعاونيه تاخذ على عاتقها وضع برامج خطط تدريبيه منهجيه معينه يعني توجف فيها البنات، يعني ممكن يتطور عملهم يشوفون ايش الاشياء القديمه ويحيونها من جديد، لانه اذا ما في ابتكار وقد يكون سبب عدم وجود الابتكار انه ما في جديه، يعني بعضهم تتجه لعمليه مثلا تسويق منتج لانها لم تجد وظيفه، بعد ما تجد وظيفه ينتهي هذا العمل، لكن هي يعني لو اخذت الموضوع بجديه اكثر واهتمت فيها وانتسبت الجمعيات التعاونيه او غيره، والان توجه البلد زي ما انت عارف كله للجمعيات التعاونيه ان شاء الله بيكون نشاطها اكثر، اتوقع انه بيصير في تطوير وفي ابتكار وفي حراك اكثر من الموجود الان، كله يعني عمليه يعني بيع بسيط واشياء مكرره ما فيها جديد ابدا. يعني وجود المراه السعوديه في المهرجان الذي يجمع اطياف المجتمع السعودي من الجنوب الى الشمال من نجد، الى اي درجه هو يقرب ايضا المراه امراه الجنوب من المراه في نجد القصيم وغيره، ويجعل ربما الجنادريه جامعه لجميع اطياف وافكار المجتمع السعودي وللمراه ايضا ايا كانت، الى اي درجه يعني يحدد الاطار هنا في الجنادريه؟ نعم، الهدف برايي من المهرجان هو المحافظه على صور رئيسية في التراث وتقديمها لجيل لم يعش هذه المرحلة، يعني بالتالي المرأة ستتعرف على تاريخها الخاص بمنطقتها أو بمدينتها أو قريتها، وستتعرف أيضا على ما لا يمكن أن تتعرف عليه في مكان آخر، يعني في البيت الجزاني ستتعرف على الجزان، في بيت القصيم ستتعرف على القصيم، في البيت الشمالي كذلك، في كل منطقة سنجد خصائص التشابه أو أوجه التشابه أو أوجه الاختلاف، وهذا يثريها ثقافيا. يعني أنا برأيي أن المرأة تنتظر، أو بعض كثير من النساء ينتظرن ويتمنين الحضور للمهرجان ويكررن أيضا الزيارة. أشكرك إذن سارة رشيدان على إتاحة الفرصة للقائك، والشكر موصول أيضا لفوزية الحربي، كل التوفيق لكم في مسار دعم المرأة السعودية من نجاح إلى نجاح بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا مساء انتهى، وغدا مساء جديد وملفات جديدة، يوم الأحد تتابعون حلقة وجولة جميلة يقوم بها الزميل حمد المحمود من خلال برنامج من الرياض في جولة من هنا من الجنادرية في الساعة 12 بتوقيت أبوظبي. نلقاكم على خير.